وجيتي لهون كجارية. أكبر منك مرة تانية، أنت بأي حق بتمنعيني أدخل على القصر؟ أنا ما حدا غير مولانا بيقدر يمنعني أدخل لهون يا مريم. أنا مو مثل باقي السلطانات أبداً، أنا مريم بنت السلطان سليمان وبكون بنت السلطانة هيام. ما بطردك من القصر، بس بطردك من العاصمة. الكل وأولاً السلطان سليمان العظيم. ولا يمكن أني روح، هذا القصر ملكي أنا من قبل ما تولد. جذوري موجودة بكل حجر فيه، واللي